بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام وعشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي أرق تحياتي، محدثكم ومعلقكم الرياضي فاروق صلاح. يسعدني أن أصحبكم سويا للتعليق على ختام معسكر النادي الأهلي بإسبانيا، بالتحديد بمدينة ألاكانتي الأسبانية، وختام استعداد النادي الأهلي وختام لقاءات النادي الأهلي. مباراة تقام بين فريقين من النادي الأهلي، فريق أول بيرتدي القميص الأحمر والفريق الآخر يرتدي بالفريق قميص النادي الأهلي ولكن عليه القمصان الصفراء. هنشوف الفرقتين، ومستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أراد أن هو يدي الفرصة للجميع ويختبر جميع اللاعبين ويختم هذا المعسكر بهذا اللقاء اللي بيجمع ما بين فريقين للنادي الأهلي. فريق بيقوده بتشكيل مكون من علي لطفي، قدامه اثنين مساكين محمد نجيب ورامي ربيعة، على يمينه أحمد فتحي، على الشمال علي معلول، منتصف الملعب حمدي فتحي وعاشور، قدامهم الثلاثي حسين الشحات، وليد سليمان، وأجاي خلف رأس الحرب الوحيد والصريح وليد أزارو. بينما التشكيل الآخر بيقوده أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى، قدامه ياسر إبراهيم وأحمد علاء، اثنين مساكين محمد داني في الجانب الأيمن، باسم علي في الجانب الأيسر، قدامهم في منتصف الملعب هشام محمد والسلية، قدامهم الثلاثي جيرالدو وصالح جمعة وأحمد الشيخ، ورأس حربة صلاح محسن. هنشوف الفرقتين، وادي عاشور حب يعلق واحدة ويلعبها مرة تانية، مكمل فيها والله الشحات، طالب بهاند بول بلمسة يد بركلة جزاء، ولكن قرار من الحكم الإسباني الفارو باحتساب ركلة ركنية للنادي الأهلي. عودة من جديد لجيرالدو الإنجولي، وعودة لوليد سليمان لاعب المنتخب المصري العائد في الفترة الأخيرة بعد المشاركة مع المنتخب المصري، وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن. هنشوف الركلة الركنية من الظهير الأيسر علي معلول، يلعب ويعلق علي معلول، لكن مرة تانية جوني راجاييه محمد هاني عايز يطلعها أحمد الشيخ، جابها قلت عليها وقلت لحضراتكم جابها خفيف، ادي احمد الطارق يرجع ويسلم مره ثانيه النادي الاهلي، جوني راجاييه، دينا اثنين اهلي ما شاء الله، ادي الكعب الجميل واللمسه حمدي فتحي، خلاص حمدي فتحي تحس انه مولود في خط وسط النادي الاهلي، يرجع لاحمد فتحي، احمد فتحي دور على التمريره يلعبها طويله، لكن وليد سليمان يلمس وليد مره ثانيه معديه التمريرة في اتجاه أجاي، أجاي عايز ياخدها كده ويعلقها لكن ترد مرة تانية حسين الشحات، يا ولد حلوة التصويبة، حلوة التصويبة من حسين الشحات، مخطوفة خطفة من حسين الشحات، وادي حسين الشحات حب ياخدها ويلعبها من مرة واحدة ولكن اصطدمت، عدت مرة فاتت خارج الملعب ركلة ركنية. شايفين جانب من الحضور في هذا اللقاء، وزي ما قلت لحضراتكم أجواء أكثر من رائعة في مدينة ألاكانتي الأسبانية، عسكر ناجح للنادي الاهلي قدر من خلاله الجهاز الفني ان هو يجرب الكثير والكثير، ركنيه اتلعبت ولكن مقطوعه مره ثانيه، جونيور اجاي يرجع لرامي ربيعه، فتحي ضم العمق الملعب مره ثانيه يرجع ويسلم عند طارق يلعبها طويله الطول الاماميه، استلام جيرالدو الفهد الانجولي اللاعب جيرالدو، مره ثانيه مع صلاح محسن، بندور على صالح جمعه ولمساته، دور على فنياته، هشام محمد يلعب مره ثانيه لجيرالدو، جيرالدو بيدور على حد يسند عليه، جات له المسانده لكن مقطوعه، وليد سليمان، وليد الحاوي ابو سليم يلعب بعرض الملعب لحسام عاشور، عاشور القلب النابض لمنتصف ملعب النادي الاهلي، راقص الباليه جونيور جاي يرجع ويسلم أجاي، علي معلول ملك كل الحلول، ودي مواجهة النهاردة ما بينه وما بين أحمد الشيخ، يلعب في اتجاه أجاي، جبهة يسرى قوية جدا، يعني تشوف اللقاء هتلاقي جبهة يمنى فيها محمد هاني وأحمد الشيخ، بيقابلها علي معلول وجونيور أجاي خارج الملعب، ورمية
التماس لفريق الاهلي، نقدر نقول الاهلي واحد والاهلي اتنين. اجاي اجاي مره تانيه، عدى اجاي يلعب ويمرر لحمدي فتحي، حمدي فتحي رويدا رويدا بيلقي القبض ومقاليد الامور على خط وسط النادي الاهلي. وليد سليمان قدم يسرى لوليد سليمان ما شاء الله حريريه. وليد سليمان اللي عمل الكتير والكتير من اجل ارتداء قميص النادي الاهلي. محمد هاني حد ابناء النادي الاهلي يلعب هاني، لكن مره تانيه يسند صلاح محسن في الجانب الايسر عند جيرالدو. جيرالدو عايز يعدي، عايز يعدي لكن مقفول عليه، مضغوط عليه الهمسه واللمسه. مره تانيه يرجع ويلعب جيرالدو، يسلم هشام السليه لهشام مره تانيه عند جيرالدو، بيدور على صالح يلعب لصالح جمعه. صالح لعبت العرضيه لكن خارج الملعب معديه، خارج الملعب ورايح للركنيه. صالح جمعه، صالح جمعه احد كبار مصممي الازياء في عالم كره القدم المصريه والاهلاويه. صالح جمعه اللي قلت لحضراتكم عليه اللاعب اللي تحب لمسته، تحب همسته للكوره، الكوره دايما تحبه، هي كده كوره دايما تحب اللعب الحريف او الموهوب. في لعيب دايما الكوره بتبقى هي اللي بتروح له مش هو اللي بيروح للكوره. صالح جمعه من نوعيه اللاعبين اللي الكوره في الملعب تلاقيها بتدور عليه. صالح يلعبها على القائم الاول لكن ترد مره ثانيه، استلام من الشيخ حط جسمه يستخلص اجاي اجاي لكن يلم مره ثانيه الشيخ لجيرالدو. تبادل المراكز ما بين جيرالدو والشيخ، جيرالدو عايز يعدي عايز يمر عايز يفوت، لكن هناك في الجانب الايمن صالح جمعه، صالح جمعه والجديه والادوار الدفاعيه وحسين الشحات عايز يعدي عايز يمر لكن مقفول عليه. مره تانيه يامن احمد علاء السليه، عمرو السليه لمحمد هاني، محمد هاني دور على حد هاني يسند عليه. شوف هذا اللقاء هتلاقيه اكثر جديه اللاعبين ما بين بعض، كل لاعب بيحاول ينافس الاخر في مركزه. استلم استلام باسم علي لكن مقطوع، يقطع النادي الاهلي مرتده سريعه عند حسين الشحات. حسين يلعب تمريره وليد ازارو ولكن لخارج الملعب، رميه التماس شوف باسم علي اللي قلت لحضراتكم اللاعب الجوكر اللي بيلعب بيه مستر مارتن لاسارتي في الجانب الايمن في الجانب الايسر، ودي السمه اللي دايما بنقول عليها لعيب النادي الاهلي يا جماعه لازم يكون لعيب جوكر، اللعيب بيلعب في اكثر من مركز. محمد هاني واحد من اللعيبه اللي تقدر تقول عنه لعب جوكر، يقدر يلعب في مركز الظهير الايمن ويقدر يلعب في مركز المساك ويقدر يلعب في مركز الديفندر. حسام اجاي يلعبها واحده والثانيه. زي اقول لحضراتكم ان محمد هاني في بداياته، محمد هاني في بداياته في ناشئ النادي الاهلي اساسا محمد هاني كان بيلعب تحت راس الحرب او بيلعب كجناح هجومي ايسر، لكن تم الدفع بيه في مركز الظهير الايمن. ادي المرتده السريعه، ادي المرتده يرجع مره ثانيه محمد نجيب، قافل نجيب وخارج الملعب على الركنيه. شوف الركنيه والله مصطفى شوبير في حراسة المرمى، هو مصطفى شوبير اللي في حراسة مرمى فريق النادي الأهلي الأول. فريق الأهلي واحد اتلعبت لكن يرد أجاي الأدوار الدفاعية، الجونيور أجاي وعادي خارج الملعب. مصطفى شوبير واحد من حراس المستقبل للنادي الأهلي، امتداد لواحد من الحراس اللي سطروا التاريخ في كرة القدم المصرية والأهلاوية هو الكابتن أحمد شوبير. شوف الركلة الركنية من الجانب الأيسر، حمداني راح يلعب بالقدم اليمنى، دايما بنقول الكرة اللي فيها سويرفل داخل المرمى على القائم الأول الشيخ لكن مقطوع. الأهم مرة تانية هشام لمحمداني،
حمداني يلعب ويعلق هاني، وادي مخطوفة، وادي شوبير يتألق شوبير مرة تانية، اتلعب الطويلة الطولة الأمامية، رد باسم علي، عايز يقطع صالح في اتجاه محمد هاني، ادي الحرية واللا مركزية وعدم التقيد بالمراكز. أحمد فتحي ما بيفرقش معاه ماتش ودي من ماتش رسمي، ما بيفرقش معاه بيلعب قدام منافس أو بيلعب قدام محمد هاني زميله أو صديقه في الملعب، هو أحمد فتحي نسخة واحدة، أحمد فتحي ملوش دوبلير، أحمد فتحي هو نسخة واحدة. ما تقدرش تقول أحمد فتحي النهارده جاي تمرين أو جاي مباراة ودية، لا، أحمد فتحي نوعية اللاعبين الماتش الودي التمرين الماتش الرسمي بلعب قدام محمد هاني قدام باسم علي قدام أيا من اللاعبين هو أحمد فتحي. آدي جيرالدو، صالح جمعة يلعب مع هشام الشيخ، الشيخ وسط اتنين وسط اتنين، ولكن هاند بول دلوقتي جماهير النادي الاهلي تفكر تقول لك خلاص مش وسط ثلاثه، وسط اتنين او وسط ثلاثه مش هتفرق كتير. جيرالدو، جيرالدو يا ولد عد مر فات يرجع مره تانية، ادي جيرالدو لصالح جمعه القسطه يعلق يلعبها لكن يقلش، مره تانية نجيب يعمل بلوك دفاعي يقطع علي معلول، علي محمد هاني هيصوب التصويبه فين؟ صلاح محسن يصوب ويسدد ولكن لخارج الملعب، خارج الملعب ركله المرمى. ادي صلاح محسن رايح يطمن على عمرو السوليه، هيلعب بقى شوبير، مصطفى شوبير حارس مواليد 2000 كان الحارس الاساسي لفريق الشباب في النادي الاهلي، مصطفى شوبير يلعب بقى شوبير طويل الطولة الأمامية في الجانب الأيمن عند حسين الشحات، خارج الملعب رمية التماس، وادي حكم اللقاء ألفارو سابوها لأحمد فتحي، فتحي يرجع لرامي ربيع، رامي ربيع لو ألقى القبض على مركز قلب دفاع النادي الأهلي محدش هيحركه من مكانه، يرجع مرة تانية حمدي فتحي لعاشور، التمريرة رامي ربيع عدى مر فات ووليد أزارو حب يقفل تمريرة لكن اللي جاي من الخلف حسين الشحات، وادي الفدائية، وادي وليد سليمان، أيضا وليد سليمان ما بيفرقش معاه اللقاء الودي من اللقاء الرسمي، هو وليد سليمان واحد من اللعيبة اللي عنده الجدية وعنده الروح القتاليه العاليه، نوعيه اللعيبه اللي زي وليد سليمان ولي احمد فتحي تقدرش تستغنى عنها في ارض الملعب، حط عليها كمان معلم الوسطى صالح جمعه. ادي صالح يلعبها لكن اتقطعت، عاشور، عاشور الاسم وحده يكفي، اتلعبت مره ثانيه سين عدت مره اجاي وليد لكن لم وليد، وليد سليمان، وليد عايز يرقص عايز يعدي لكن اتخطفت مخطوفه، والمرتده السريعه السوليه، السوليه يلعبها طويله هناك في اتجاه الفهد الانجولي، جيرالدو، جيرالدو ومعاه رامي ربيع لكن صافره الفارو، احتساب ركله حره لصالح جيرالدو، صالح جمعه، هشام لمحمد هاني، التحرر اللي بيعمله الجناح الطائر محمد هاني في الجانب الايمن، دور يلعب العرضيه عايز يعدي يلعبها عرضيه، تمركز اكثر من رائع من رامي ربيع، جونيور جاي مره تانية مقطوعه عند صالح جمعه، صالح بوش رجله الخارجي لكن مقطوعه حسين الشحات، حسين يطلع حمدي فتحي، سلام وليد ازارو خدها كويس، وليد ازارو التوربيد، وليد ازارو يلعبها لعاشور، عاشور يلعب ويسند عاشور، وليد ازارو، وليد تصويبه من وليد ازارو ولكن اللي خارج الملعب، خارج الملعب ركله المرمى، عاشور عنده 11 دوري ان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري هذا الموسم تبقى البطوله رقم 41 للنادي الاهلي، هتبقى البطولة رقم 12 لحسام عاشور
مع النادي الأهلي، ويتساوى حسام عاشور مع أقرب منافسي النادي الأهلي في بطولات الدوري المصري وهو نادي الزمالك اللي رصيده 12 بطولة دوري. حسام عاشور في حالة فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم هيتساوى في عدد بطولات الدوري مع نادي الزمالك. إذن أنت بتتكلم على لاعب يمثل تاريخ في النادي الأهلي، وتاريخه وبطولاته تمثل أندية. قرة تاني، السلية، الهمسة، اللمسة، عايز يدور أحمد الشيخ، واحد من اللعيبة اللي استفاد كتير جدا من هذا المعسكر، واحد من اللعيبة ومن الأوراق اللي هتبقى مهمة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية، لعبة العرضية. لكن ترجع مرة تانية، صالح جمعة، صالح هيصوب، يصوب ويسدد، بلوك دفاعي مقطوعة مرة تانية، المرتدة السريعة، الشحات، حسين يلعب مرة تانية، وليد سليمان، عريض لاجاي، جونيور راجايي، ومعاه محمد هاني، شوف الاوفرلاب، شوف علي معلول طلع له، لكن يرجع يقف على كورته، هيدور على معلول، يلعب عند ملك الحلول، علي معلول عدى، مر فات ولكن لخارج الملعب، رمية التماس لصالح النادي الأهلي واحد. هيلعب علي معلول، مرة تانية الشحات مع جونيور راجايي، حسام عاشور، وادي حمدي فتحي هيصوب تصويبه قويه، مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده، تصويبه حمدي فتحي، الطلق والتصدي وخارج الملعب، ركنيه لصالح النادي الاهلي. قاعده صواريخ ارضيه في النادي الاهلي بدات تظهر وتبان باقدام اللاعب حمدي فتحي وعلي معلول، رايح للركله الركنيه من الجانب الايسر، علي معلول قدم اليسرى المهارية لعلي معلول، يلعب ويعلق على القائم الأول، الشحات، القميص رقم 14، على طول تروح تفتكر الكابيتانو حسام غالي. وادي ركلة حرة لصالح حسين الشحات، وعايز أقول لجماهير النادي الأهلي، يعني لبعض الجماهير، رفقا بحسين الشحات، استنوا شوية، رفقا بحسين الشحات، واحد من اللعيبه اللي لسه عنده الكتير والكتير يقدمه للنادي الاهلي حسين الشحات. هنشوف ابو سليم، وليد سليمان، ولا مين على الكوره، سابها وليد لعلي معلول، ابو كريم، تقدر تقول علي معلول، يعني من ابو سليم لابو كريم، علي معلول، الركله الحره، علي معلول والركلة الحرة للنادي الأهلي، والحائط البشري. الطار التنافسي واللي بيعمله مستر مارتن لاسارتي مع اللاعبين في هذا اللقاء، ادي أحمد فتحي صوب، اصطدمت بالحائط البشري خارج الملعب، عدت مرت فاتت إلى الركلة الركنية من الجانب الأيسر. حتى الآن باستثناء تصويبة حمدي فتحي، شوبير وعلي لطفي كلا الحارسين لم يختبر في اللقاء حتى الآن. احنا بنلعب في 18 دقيقة زي ما قلت لحضراتكم، تقسيمة اللي أصر مستر مارتن لاسارتي ان هو يعملها ما بين مجموعتين من اللاعبين من أجل إتاحة الفرصة للجميع. النهاردة يدي الفرصة لكل اللاعبين ويقدر يعمل حالة من التنافس، حالة من التنافس زي ما قلت لحضراتكم في إطار من الجدية والروح الرياضية ما بين اللاعبين، ويقدر يشوف ويعمل مقارنة ما بين بعض اللاعبين في المراكز. وليد سليمان، وليد المهارة، القدم اليسرى الحريرية، ادي المهارة وادي الإبداع وادي أجاي، يرجع مرة تانية لعلي معلول، علي يا ولد، يا سلام يا سلام على ذكريات الماضي الجميل. الكرة دي لو اتعادت كلنا هنفتكر، ارجع بهات هات الزمان وقول للزمان ارجع يا زمان، افتكر الكعب الجميل، افتكر فلافيو وابو تريكا وبركات وعماد متعب، المشهد اللي فات لو عاد واكتملت الصوره هترجع وتفتكر اجمل واحلى صوره مع فريق كان بيقدم اجمل واحلى كوره، جيل الجميل، الجيل اللي كلنا استمتعنا بيه، الجيل اللي كان يعني جماهير النادي الاهلي تقول لك الجيل اللي كان بينيم افريقيا من المغرب، الجيل اللي كان بياكل الاخضر واليابس، جيل تريكا وبركات ومتعب والنحاس ومحمد شوقي والشاطر ورحمة الله عليه محمد عبد الوهاب وجلبرتو والجمعة،
اجيال ولعيبه ونجوم ما سطرت صفحه مهمه من صفحات النادي الاهلي اللي دايما مليئه بالبطولات. علي معلول، علي معلول، عد علي معلول. دايما بنقول اللعيبه اللي عملت وسطرت تاريخ للنادي الاهلي وعملت بطولات. عاشور واحد من اللعيبه اللي سطرت وعملت بطولات، الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه كان دايما يقول للاعيب النادي الاهلي، النادي الاهلي مش ناقص بطولات ولا النادي الاهلي محتاج بطولات، انتم اللي محتاجين بطولات علشان اسمكم يتكتب في تاريخ النادي الاهلي. علشان كده احنا بنقول التاريخ، والتاريخ بيقول ان في لعيبه سطرت وعملت صفحات في تاريخ النادي الاهلي. هي دي الكلمه اللي قالها الكابتن رحمه الله عليه المايسترو صالح سليم لما قال لهم انتوا اللي محتاجين بطولات علشان تتكتبوا وفي تاريخ النادي الاهلي واسمكم يتحط جنب النادي الاهلي. قلعه، قلعه الكيان التي لم ولن تغيب عنها شمس البطولات. شوف رميه التماس ونرجع مره ثانيه لاحداث اللقاء. اجاي عايز يعدي، لكن والله كان وليد، وليد سليمان، وليد. شوف الركله الحره، وليد البدايه كانت في نادي الجونه، بدايه في نادي الجونه، وكان من بدايه وليد مع الدوري القسم الثاني والنجوميه والتالق كان ظاهر على وليد سليمان، ثم الانتقال لنادي بتروجيت، ثم الانبي، ثم نهايه المطاف مع الحبيب الابدي لوليد سليمان وهو النادي الاهلي. علي معلول هيلعب الركله الحره، يلعب ويعلق العرضيه، يرد مره ثانيه من مكمل، هذه التغطيه الدفاعيه من احمد علاء، لكن الضغط عليه مره ثانيه، السليه التمريره مع صالح، لكن يقطع مره ثانيه ابو سليم ووليد سليمان واحد اللاعبين نتمنى له كل السلامه، رايح له حكم اللقاء الفارو كل السلامه ان شاء الله. كان والله صلاح محسن، صلاح، صلاح محسن، يعني عايز اقول لحضراتكم صلاح محسن يعني وهو بيلعب في نادي انبي ان شاء الله في فريق ال 98، يعني كنا متابعين بطولات الناشئين ومباريات الناشئين، اقول لحضراتكم كان صلاح محسن بيلعبنا لوحده، يعني صلاح محسن في اللي اتفرج وتابع صلاح محسن في بداياته في نادي انبي، لا حدوته، كان الكثير من اللاعبين في القطاع او المدربين تسال يقول لك احنا رايحين نتفرج على فريق النادي الاهلي النهارده ورايحين نتفرج على صلاح محسن. اللي ما اتفرجش على صلاح محسن في الناشئين لا يا جماعه كان موضوع تاني. ان شاء الله صلاح محسن قادر ان هو يقدم، لسه يعني احنا لسه ما تابعناش، لسه ما شفناش صلاح محسن بعض الفترات، بعض الاصابات، الغيابات، لكن صلاح محسن واحد من اللعيبه اللي تمتعك بلغه الكوره، تقعد تقول لا اللاعب ده يمتعك كوره، راس حربه زي ما بيقول الكتاب. مره تانية يرجع مره تانية هاني حمداني، شلها جميله، يا سلام على التمركز من نجيب. شوف التمركز، وادي التغطيه الدفاعيه، وادي، شوف التمركز الجيد، والله والله كان حمدي فتحي، شوف رامي ربيعه وحمدي فتحي، لكن تمركز جيد. وادي الركله الركنيه، ركنيه، شوبير يطلع يمسك كورته بامان ماسكه، ولكن شوبير ادي المداعبات. وادي عاشور عند وليد سليمان، وليد هيعدي، هيعدي، ما تفكرش كتير يا حبيبي، يرجع مره تانية وليد، ازارو، ازارو فين يا ازارو؟ ازارو فكر تفكيرين، يعني المشهد اللي فات ازارو فكر تفكيرين، فكر يصوب ولا يلعبها بالعرض، طلعت بالشكل اللي احنا شفناه. يرجع مره تانية ويبدا جيرالدو، بنلعب في 24 دقيقه وتعادل سلبي حتى الان ما بين فريقي النادي الاهلي، اهلي واحد والاهلي اثنين. في ختام المعسكر المقام باسبانيا وبالتحديد مدينه الاكانتي الاسبانيه، ختام معسكر النادي الاهلي، السليه سحبت الكوره، السليه اكنه بيسحب منك الرخص، جيرالدو يلعبها لكن يرد على القائم الاول رامي ربيعه، من مكاسب المعسكر على فكره رامي ربيعه، مكسب لخط دفاع النادي الاهلي والمنتخب المصري باسم علي، صالح جمعه، صالح
مكاسب متعدده للنادي الاهلي في هذا المعسكر. صالح جمعه، صالح عايز يعدي، لكن فين؟ مقفوله، قافلها تماما. حمدي فتحي يرجع، اجاي، عاشور، وليد ازارو، لكن مقطوع. باسم علي من لمسه واحده، رامي ربيع اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليه احد مكاسب معسكر هذا المعسكر للنادي الاهلي. حسين الشحات ومعاه احمد علاء، علاء يرجع لعلي لطفي. زين ايضا يا جماعه ان احنا نتوجه تحيه، بنشكر طاقم عمل فريق قناه الاهلي باسبانيا اللي نقلوا كل تفاصيل المعسكر، تابعنا كل الامور الحصريه وكل التفاصيل، اللقاءات. يعني عايز اقول لحضراتكم باقل الامكانيات قدر فريق عمل قناه النادي الاهلي، هم لهم مجهود يذكر فيشكر عليه. طاقم العمل موجود مع الفريق بمدينه الاكانتي الاسبانيه، عمر ربيع ياسين وكريم احمد ومحمد دكروري واحمد يحيى، على الصوره اللي احنا شايفينها وعلى الكواليس اللي احنا شفناها في المعسكر، كل التحيه. يرجع مره ثانيه رامي ربيعه، يرجع ويسلم لمحمد نجيب، نجيب لشوبير، شوبير مره ثانيه بعرض الملعب، محمد نجيب لعاشور، لاعب اللي تقول عليه التيمبو، اللاعب اللي هو بيعمل ضبط الايقاع. علولو، علي معلول يرجع مره ثانيه يسندها هشام محمد، هشام محمد، وهو في قطاع الناشئين هشام محمد كان بيلقب بحسام غالي الجديد. هشام محمداني استلم وعدى ومر وفات، ولكن وليد سليمان كان الكابتن بكر رحمة الله عليه في المشهد ده يقول لك وليد بيدوحر في الكورة، رحمة الله عليه الكابتن محمود بكر أحد مدارس التعليق المصري والعربي. كان دايما الكابتن بكر ليه قفشاته وإفهاته رحمة الله عليه. شوف الركلة الحرة، وعلي معلول على الكورة، بيقرب له حسام عاشور. بنلعب في 27 دقيقة، يلعب معلول، جيرالدو في الجانب الأيمن، ولكن عند أحمد الشيخ، ولكن لخارج الملعب. شوف شوبير توج مع فريق شباب النادي الأهلي هذا الموسم ببطولة الجمهورية، مواليد 97، الموسم الماضي كان توج مع فريق الألفين ببطولة القطاعات بعد الفوز في اللقاء الأخير على نادي الزمالك 3-1، وقبلها بثلاث سنين كان بطل لبطولة الجمهورية مع النادي الأهلي مواليد 2000 لثلاث مواسم متتالية. لعيبة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي بتتربى على شخصية النادي الأهلي، على البطولات. أجاي، وليد لعاشور، يرجع مرة تانية لرامي ربيع، فتحي لف، لم، عد، غير زاوية التمرير وبكل قوة. نفس الستايل يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم، هو أحمد فتحي واحد. يرجع مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم ملوش دوبلير، يرجع مرة تانية ويقطع. أدي المرتدة السريعة، أحمد الشيخ وسط ثلاثة، عدى، مر، فات، انطلاقة طويلة، اللمسة الأخيرة، شوبير يطلع يمسك كورته، مصطفى شوبير، عاشور، حمدي فتحي زي ما قلت لحضراتكم مع أول لمسة ومع أول همسة تحسه مولود في خط وسط النادي الأهلي. عاشور المسمار لخط وسط النادي الأهلي، طلع في وقت كان فيه نجوم، طلع في وقت كان فيه في خط وسط النادي الأهلي حدث ولا حرج.
يعني في وقت موجود لعيبه ونجوم في خط وسط النادي الاهلي، حسام عاشور انه يقدر يحافظ ويكون ليه مكانه في وسط هؤلاء النجوم ويكون واحد من العناصر الاساسيه، اذا لا لازم تقف وتتامل وتفكر كتير في مشوار حسام عاشور مع النادي الاهلي، وعلى جرأه مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي انه يختار لاعب عنده 17 سنه في هذا المركز ويقدر يديله الثقه. وحسام عاشور كان قد ثقه مستر مانويل جوزيه ويلعب في وقت في محمد شوقي وحسن مصطفى وحسين علي واحمد حسن استاكوزا في مركز، وانيس بوجلبان في وقت من الاوقات في منتصف ملعب النادي الاهلي. حسام غالي اتكلم على حسام عاشور، لا اذا حسام عاشور حاله، حسام عاشور لعيب زي ما قلت لحضراتكم تقف قدام التاريخ، وادي الهمسه واللمسه مع الشيخ حب يلعبها، لكن مره تانية مع عبديه لخارج الملعب وركله المرمى هيلعب مصطفى احمد عبد العزيز مصطفى شوبير. 30 دقيقة بنلعب في الدقيقة 31 وتعادل سلبي بدون أهداف. أعتقد أن حكم اللقاء أطلق صافرته بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. هنشوف مستر مارتن لاسارتي هيكون فكره إيه، هل هنلعب ركلات ترجيح ما بين المجموعتين أما هيلعب ويدي جزء تاني يقدر من خلاله أنه يدي بعض التعليمات ما بين هذه الفترة، ولا هنروح سريعا ونشوف ركلات الترجيح. الكابتن طارق سليمان بيشيد ويتكلم مع مصطفى شوبير. اعتقد هيكون بالفعل ركلات جزاء، هيعمل لو نلعب ركلات جزاء ما بين المجموعتين زي ما قلت لحضراتكم. هو معسكر ناجح ان شاء الله، هيكلل ان شاء الله وبمشيئه الله بعد العوده ان شاء الله الفريق النادي الاهلي واستعداده للقاء المقاولون العرب ثم لقاء القمه امام نادي الزمالك ثم الاستعداد لكأس مصر واستئناف الموسم الجديد إن شاء الله. النادي الأهلي قدر من خلال هذا المعسكر استعيد بعض اللاعبين في غياب لبعض اللاعبين، نتمنى لهم يرجعوا بألف سلامة. نتمنى كل السلامة لكريم نيدفيد، كريم نيدفيد اللي واحد من اللاعبين اللي كان ظهر بمستوى أكثر من رائع في الفترة الأخيرة وأصبح واحد من العناصر الثقيلة قوي في خط وسط النادي الأهلي، واحد من اللعيبة أصحاب المهام الهجومية. شوف وكريم نيدفيد وأهدافه واللعيبة أصحاب المعدل التهديفي في الفترة الأخيرة، كل السلامة إن شاء الله لكريم نيدفيد يرجع بمشيئة الله لأرض الملعب ويكمل مشواره مع لعيب النادي الاهلي. بالمناسبه كريم نيدفيد اللي كان اطلق عليك لقب نيدفيد كان الكابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب يا جماعه كان يشوف اللاعب يقول لك الولد او اللاعب ده يلعب مركز ظهير ايمن يلعب مركز ظهير ايسر، هو اللي اطلق على كريم نيدفيد لقب نيدفيد، وكان كريم نيدفيد بيلعب في مركز الظهير الايمن اساسا. كريم نيدفيد كان بيلعب ظهير ايمن، هو ايضا اللي اطلق على احمد رمضان بيكهام لاعب النادي الاهلي اللي انتقل لنادي وادي دجله. بالفعل هنشوف ركلات الترجيح ما بين الفريقين والمواجهه، كلا الحارسين علي لطفي ومصطفى شوبير. مصطفى شوبير في واحده من اهم لقاءات الفريق شباب النادي الاهلي هذا الموسم الماضي كان امام فريق النجوم نتيجة 1-0، وقدر ان هو يتصدى لركلة الجزاء، قدرت تحافظ للنادي الاهلي على الفوز ويقدر من بعديها النادي الاهلي يجيب هدف تاني
وينهي اللقاء تماما عمرو السولية في مواجهة مصطفى شوبير. تمر الأيام والسنين ومصطفى شوبير يحرس العرين مكان كابتن أحمد شوبير. هنشوف السولية في مواجهة مصطفى شوبير، نظرات الترقب والانتظار. والسولية السولية عمرو السولية، السولية وشوبير، جول 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 جول، أول ركلة جزاء. وعمرو السولية على الرايق، على الهادي، على الهادي من عمرو السولية يضع هدف أول وركلة جزاء أولى. أحمد فتحي، فتحي وعلي لطفي، أحمد فتحي وركلة الجزاء، وأحمد فتحي، فتحي، فتحي والهدف الأول. إذن السولية جاب وفتحي جاب، وأدي أحمد فتحي حطها. أحمد فتحي إذا بقول لحضراتكم ما بيهزرش، أحمد فتحي. شوبير في مواجهة مع مين؟ مواجهة مع صالح جمعة. صالح، صالح جمعة، تكورته صالح، وادي النظرة، وادي الترقب، وادي الانتظار، وصالح جمعة. صالح، 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 جميلة جدا، ركلة جزاء في زاوية وبسرعة وفي ارتفاع صعب على الحارس المرمى، تسديدا لنموذج لركلة الجزاء. صالح جمعة، رامي ربيع، رامي في مواجهة علي لطفي، أهلي اتنين أحرز الركلتين، وادي رامي ربيع، رامي، رامي نفس المكان، في نفس المكان حطها لعلي لطفي، نفس مكان صالح جمعة، وادي الابتسامة، وادي ابتسامة رامي ربيع. رايح محمد هاني، هاني وركلة الجزاء. كان مهم، يعني عايز اقول لحضراتكم كان مهم جدا ان قناة النادي الاهلي تنقل لحضراتكم هذه التقسيمة او المباراة الودية ما بين الفريقين. محمد هاني بعد ركلة الجزاء، اهو لحضراتكم محمد هاني، هاني 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 وشوبير، واصطادها شوبير، وتصدى مصطفى شوبير، وعلى طريقة منتخب الساجدين. والله يا شوبير رجعتنا لذكريات، هتقلب علينا زمن جميل. منتخب الساجدين أجاي، إذن أضاع محمد هاني وأجاي، أو نطق الصحيح جونيور أجاي، أجاي وعلي لطفي، أجاي علي لطفي، علي لطفي اصطادها، علي لطفي تصدى لركلة الجزاء من جونيور أجاي. إذن محمد هاني ضيع تصدى شوبير، وجونيور أجاي ضيع وتصدى علي لطفي. جيرالدو الأنجولي في مواجهة مصطفى شوبير. طب شوبير بيكلم جيرالدو، شوف جيرالدو الفهد الأنجولي، جيرالدو، جيرالدو وشوبير، جيرالدو، ها جيرالدو جوه جول يا شوبير. جيرالدو حطها على الهادي، حطها على الهادي جيرالدو. وليد أزارو، حين لوليد أزارو، ركلة الجزاء ووليد أزارو مواجهة مع علي لطفي. أزارو وعلي لطفي، أزارو، أزارو فين يا أزارو؟ ده أزارو جري ورا الكورة، أدي أزارو الأجري أهرب قبل ما مستر مارتن لاسارتي يشوفني. جري وليد أزارو وبيستخبى من مستر مارتن لاسارتي. أعتقد الكابتن سيد عبد الحفيظ، ها كابتن سيد عبد الحفيظ يدي
غرامة لوليد أزارو، لكن وليد أزارو بعد ركلة الجزاء شفنا وليد أزارو بيجري من مستر مارتن لاسارتي والكابتن السيد عبد الحفيظ. أحمد الشيخ لو جاب خلاص نخلص كل الكلام ونلم ورقنا ونقول مبروك. وده أحمد الشيخ الشيخ الشيخ، ولكن شوبير شوبير يتألق، شوبير يعيد من جديد الفريق للمنافسة. لسه ادي شوبير والمداعبات ما بينه وما بين علي لطفي. حسين الشحات الشحات حسين الشحات احد ابرز واهم مواهب كرة القدم المصرية. حسين الشحات فترة وهتعدي. حسين الشحات واحد من اللاعبين يا جماعة، الراجل ده لعب كأس عالم أندية، يعني تألق أمام الريال. أدي حسين الشحات، حسين حسين وعلي لطفي، حسين جول 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 جوه جول. إذن الكفتين واحد، هنلعب ركلة وركلة ضربة وضربة. أدي الكابتن سيد عبد الحفيظ واقف مستني وليد أزارو، ووليد أزارو بعد ركلة الجزاء خلاص تلاقي وليد أزارو اختفى من الملعب. هنشوف هل أحمد علاء ولا مين؟ والله صلاح محسن، صلاح وقفته ولمسته، وادي صلاح وشوبير. صلاح جميلة، صلاح يا محسن جميلة، هطلق قتل بيقول له ذبحتك، وهدف ركلة جزاء صلاح محسن. ركلة جزاء وادي صلاح بيحتفل. عاشور عاشور وعلي لطفي زي ما قلت لحضراتكم كان مهم جدا، وان قناة النادي الاهلي اصرت انها تنقل لحضراتكم هذا اللقاء والتقسيمه، وتشوف الاجواء ونشوف الروح والحب اللي ما بين اللاعبين وكل الافراد داخل المنظومه. وادي عاشور، عاشور وضاعت يا عاشور بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس علي لطفي، وعاشور بيدور على وليد ازارو بيقول له انت فين؟ خدني جنبك يا ازارو. اذا بينتهي اللقاء، ادي الكابتن سيد عبد الحفيظ هنشوف بيحضر خصوماته لمين، ولكن مبروك للفريق الفائز، هارد لك للفريق المهزوم. زي ما قلت لحضراتكم هو اللقاء في اطار الروح الرياضيه والوديه. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، هذه ارق تحياتي، محدثكم ومعلقكم الرياضي فاروق